تفضل. بأسرع وقت بتكون تلاقوا للزلمة، مفهوم؟ خير عدنان؟ ممكن أعرف شو عم يصير؟ أمروا بتحويله للمحكمة مع استمرار القبض عليه. ابني لؤي؟ مو على أساس كانوا بدهم يحققوا معه بس؟ جيت لأخذ ابني رح روح بدونه يعني؟ شو صار لك أمي؟ تركوني ما فيني شيء. إيه فهمت عليك. طيب عم استنى. والله صار عنا مستجدات يا حضرة المحامي. لو سمحت سيادتك، بالنسبة لقضية عدنان شانفاردي في تطورات جديدة صارت. شو هي؟ بخصوص الحريق، في واحد اعترف بهالتهمة وراح سلم حاله. تمام، ما في مشكلة، استدعي الاثنين. رجع عدنان بيك لجوا. الله يوفقك ابني، قل لي شو عم يصير وريح قلبي. في واحد اعترف بالجريمة وسيادة وكيل النيابة رجع استدعى. عمي استنوا وطولوا بالكم، بكرة بس ليخلص هالموضوع منحتفل ومننبسط. الحمد لله خلصت على خير، الظلم ما بيدوم والحق الله بيظهره. ايه، في بهالدنيا حقوق لسه اصحابها مظلومين. شفتي شو صار امي؟ كثير متشوق شوف وشها لهديك المنزعة لما تضرب الخبر. ايه رح تشوف وشها، طول بالك. وشوف عمك شو رح يساوي لينتقم منها. مين هذا اللي حرق الفستق؟ اه؟ وليش هيك عمل؟ عدنان، يلا خلينا نرجع على البيت مشان ترتاح. ايه هلا بنرجع على البيت بنت خالتي، لا تاكلي هم. امي، خدي البنات وارجعي على القصر. مانك راجع؟ لا، عندي شوية شغل بخلصهم وبعدين بجي. صار لك يومين مو نايم، شو هالشغل المهم؟ شو قلت؟ شوية أمور متأخرة وما تسأليني. جودت، تعال بسرعة على القهوة، يلا. جيب لي فنجان قهوة سكر زيادة. امن عيوني. مو معقول انت شو محظوظ بالزهر. انت اللي ما بتعرف تلعب. قومولا، تحرك. حاضر. تحرك. اعطينا كاستين شاي ولا. تكرم عينك حبيب. جيب لي بسرعة شاي. امرك معلم. شو في عندك اخبار بالجريدة؟ يلا، خلص سكرنا القهوة. اطلعوا لبرا، ما بدي اشوف حدا. يلا، وانت كمان شو مستني؟ شو عم يصير؟ والله ما بعرف. لك ليش هيك اختفيت يا حقير؟ الا شوي كانوا رح يرموني بالسجن وحضرتك ما بترد. اغا شو مفكرها شغله سهله تلاقي واحد تقنعه يدخل على السجن على شغله مو عاملها؟ الله اعلم قديش حينسجن. لقيت واحد مسكين صدفه وما كان موبايلي عم يلقط بالجبل. قلت للزلمه نحن رح نصرف عليك وعولادك ومرتك، بس بالاول ما وافق. ضليت احكي معه وبالاخر اقنعته بصعوبه، بس قال لي شوف جودت، اذا صار المسا وما بعتوا المصاري لمرتي رح اقول انه انتوا ورا القصه. ديروا بالكم ما عم امزح معكم بنوب. ايه خلص تمام، يلا تعا معي. لوين رايحين اغا؟ تعا.